أهلا بكم مشاهدي قناة الجزائر الدولية إلى حلقة جديدة من حديث الجزائر، نواصل من خلالها تغطية مجريات العدوان الصهيوني على قطاع غزة. 115 يوما من العدوان وما زال العدو الصهيوني يقصف المناطق السكنية، ما خلف عشرات الشهداء ومئات المصابين خلال الساعات 24 الماضية، ما يرفع حاصلة ضحايا العدوان منذ 7 أكتوبر الماضي على غزة إلى 26,637 شهيدا وأزيد من 66,000 مصاب وألاف المفقودين، وسط تحذيرات من كارثة صحية وبيئية بسبب شح المياه وتراكم أنفيات وتسرب مياه الصرف الصحي. كل هذا ويواصل الصهاينة استهداف المستشفيات في القطاع، حيث تطلق قوات الاحتلال النار في محيط مستشفى الشفاء وتواصل محاصرة مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي لليوم السادس على التوالي. رغم كل هذا، المقاومة الفلسطينية ما زالت تتحكم في الميدان وتخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في محاور عدة، أبرزها خان يونس ومدينة غزة. فإلى متى يبقى هذا العدوان مستمرا في غزة؟ وأولم يكتفي الصهاينة من إجرامهم بحق المدنيين العزل وضرب البنية الصحية في القطاع وإخراج العديد من المستشفيات عن الخدمة، وهذا ما يزيد من معاناة السكان في الحصول على الرعاية الصحية في ظل الإبادة الجماعية؟ كل هذه الأسئلة وأخرى سيجيبون عنها ضيوف البرنامج بعد هذا الفاصل. وللحديث في هذا الموضوع اسعد بان ارحب بالاستاذ عبد الرحمن السعيدي المحلل السياسي. اهلا وسهلا بك استاذ عبد الرحمن. اهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا، وايضا بالاستاذ عبد الكريم عزيري الخبير في هيكله مؤسسات الاغاثه الدوليه. اهلا وسهلا بك استاذ عبد الكريم. اهلا وسهلا وشكرا لقناة الاستضافه. مرحبا استاذ عبد الكريم. اذا ومعنا من جنين الاستاذه سناء زكارنا كاتبه ومحلله سياسيه. اهلا وسهلا بك استاذه سناء. يسعد مساك ويسعد مساء جميع ضيوفك والمتابعين. شكرا لك أستاذة زكارنا. إذن أبدأ معك أستاذ سعيدي، منذ صدور قرارات محكمة العدل الدولية ضاعف الكيان الصهيوني أعماله العدائية ضد الأبرياء، ألا يعد ذلك تحديا صارخا للمحكمة، محكمة العدل الدولية والمجتمع الدولي ككل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه طبيعة العدو الصهيوني، الكيان الصهيوني الذي يتمتع طيلة 70 سنة من احتلال فلسطين بتغطية وحماية من طرف الولايات المتحدة والمجتمع والدول الغربية، أنه كان دائما لا يقع تحت المساءلة والمحاسبة، وكل القرارات التي تصدر من خلال مجلس الأمن طيلة هذه السنوات دائما كانت إما تعطل وإما يتم الاعتراض عليها بالفيتو الأمريكي، بمعنى ما زال الاحتلال في هذا المنطق العدوان، منطق فوق القانون، المنطق يتحدى الشرعية الدولية، يتحدى المجتمع الدولي، يتحدى الدول العربية والإسلامية، ويتحدى كل المؤسسات الأممية. لكن هذه المرة أنه وقف كمتهم في محكمة العدل الدولية، وقف كمتهم ورذخ إلى المحاكمة، واستطاعت مرافعة جنوب إفريقيا والعارضة التي تقدمت بها جنوب إفريقيا أو لائحة الاتهامات بالإبادة والإجراءات أو التدابير كما يقال التي طالبت بها في محكمة نص المحكمة قد تم، وهذا ما زاد من تحديه وجنونه وغطرسته، لأنه كأنه يريد أن يجيب أنه ليست هناك أي مؤسسة في العالم تحاسب الكيان الصهيوني. فما نراه الآن من زيادة في العدوان ومن زيادة من الجرائم والتعمق في الإبادة، يتعمق في الإبادة، هذا كان يجيب المحكمة. لكن استطاعت المحكمة العدل الدولية رغم قوة ملف جنوب إفريقيا، رغم حاولت المحكمة أن نوعا ما في الأحكام
فيها بعض التخفيفات، ولكن الحكم صدر. نعم. الحكم صدر ويعتبر سابقة إنسانية وبشرية في قضية الفلسطينية، ويعتبر انتصار سياسي. وإن كانت هناك بعض التدابير، كان المجتمع الرأي العام الدولي وكل أحرار العالم يريدون أن تصل المحكمة إليها، منها عملية وقف إطلاق النار. طيب أستاذ عبد الكريم، في الحروب هناك أعراف متفق عليها وتحميها المواثيق الدولية، في مقدمتها تجنب استهداف المستشفيات والطواقم الطبية والإغاثية، لكن الكيان يمعن في ضرب كل تلك المواثيق والأعراف، أليس كذلك؟ طبعا هنا الملاحظ أنه الكيان الصهيوني يمعن في ضرب المنظومة، وخاصة المنظومة الصحية في غزة، لأنه بالنسبة له تعتبر كقاعدة خلفية ممولة، وتقوم بدور معنوي ومادي من أجل زرع الثقة ومساندة للمقاومين. نعم. وبالتالي هنا لما نلاحظ قليلا حسب بعض التصريحات وبعض الإحصائيات والأرقام، أنه حتى منظمة الصحة العالمية أشادت بهذا الدور تاع المنظومة الصحية الفلسطينية، لأنه لك بتلاحظ منذ 7 أكتوبر إلى هنا حوالي فات 600 انتهاك للمرافق الطبية، إضافة إلى ضرب حوالي 95 منشأة طبية، إضافة إلى تدمير بعض السيارات الإسعاف، وكذلك الكوادر، استشهاد الكوادر الطبية. نعم. حتى في الضفة الغربية. وبالتالي الكيان الصهيوني أصبح يركز الآن لكي يعني يضعف هذه المنظومة التي تعتبر هي العصب المقاوم بالدرجة الأولى، نظرا لأن هذه المنظومة الصحية خاصة المجتمع الغزاوي يحارب على 3 جبهات: الظرف الحالي اللي هو الأعمال القتالية، الظرف الثاني اللي راه جاي الظروف الطبيعية، كذلك الأمر الاستثنائي الخاص، لأنه ما ننساش باللي في الظروف هذه في حالة الصدمات والحروب تكون فيه انتهاكات، تكون فيه سرقات، تكون فيه اعتداءات. وبالتالي الآن أصبح يعني من الضروري الإشادة بهذه المنظومة الصحية اللي أبانت على إمكانياتها، وأصبحت تلعب في دور جد مهم وتقاوم، لأنه معروف أنه في الحروب تعتبر دائما القاعدة الخلفية متواجدة فيها المستشفيات والعيادات المتنقلة، ولكن هذه تكون محمية ومخفية بطريقة إخفاء وتمويه جيد، ولهذا يريد العدو الصهيوني إضعافها ومواصلة ضربها وقصفها في كل مرة. طبعا، ولذا بالنسبة له المنظومات الصحية والمنشآت الطبية هذه المتواجدة في القطاع أصبح عبارة على هدف ثابت مكشوف، ولو أنها تحت لواء الأمم المتحدة أو الصليب الأحمر أو الهلال، ولكن هو ضرب كل الأعراف وتعدى كما ذكر الأستاذ القوانين الدولية. طيب إذا أمر إليك أستاذة سناء، أستاذة سناء، الكيان ارتكب مجازر كثيرة، بدأها بمستشفى المعمداني والإندونيسي والرنتيسي ومجمع ناصر الطبي، واليوم مستشفى الأمل، ألهذا الحد يتصور الكيان نفسه في منأى عن الحساب؟ يعني بداية لابد أن نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين ارتقوا في فلسطين الحبيبة، والذين ارتقوا في كل محاور المقاومة دعم للقضية الفلسطينية. الكيان الصهيوني هو دائما فوق القوانين الدولية وفوق الأعراف الدولية، منذ متى والكيان الصهيوني يراعي القوانين الدولية وحقوق الإنسان؟ هذه ليست المرة الأولى. من تابع تاريخ الكيان الصهيوني منذ 1948 وهو يرتكب المجازر بحق الآمنين وبحق المنظومة الصحية في فلسطين. نقول أن الكيان الصهيوني يتبع حسب المؤرخ العسكري، والذي يقول إذا كنت ذاهب إلى حسم سريع للمعارك عليك بالنظر إلى الطريق لا أخلاقية الحروب، وهي استهداف المنظمات الصحية والمستشفيات، وفي ذلك حينما ينهار القطاع الصحي يعني ذلك انهيار كل مقومات الحياة الذي يمكن أن تبقى على قيد الحياة في قطاع غزة. نعم. ما شهدناه في قطاع غزة منذ مستشفى المعمداني ولغاية اليوم، حينما حدث المستشفى المعمداني ولم يكن هناك قرارات دولية من أجل إيقاف الكيان الصهيوني، ولم يكن ضغط عالمي، تمادى الكيان الصهيوني في استهدافه للمنظمات الصحية. نحن نتحدث اليوم ليس فقط عن المستشفيات، وإنما تم تدبير ما يقارب 121 سيارة إسعاف، وقتل ما يقارب 326 طبيب وكادر طبي في قطاع غزة، إضافة إلى اعتقال ما يقارب 105 من الكوادر الأطباء
في قطاع غزة. يحاول الاحتلال الصهيوني من خلال هذه السياسة، هي ليست سياسة صدفية وإنما سياسة ممنهجة متعمدة في قطاع غزة، يحاول إخلاء قطاع غزة بأي طريقة كانت، وكان عن طريق ضرب المنظومة الصحية. وحينما أوى النازحين في قطاع غزة إلى مكان يمكن أن يلتجئوا له ويكون في أمان ومأمن، استهدف الكيان الصهيوني الآمنين في قطاع في المستشفيات. هذا الاستهداف هو سلسلة من الاستهدافات التي كانت من مستشفى المعمداني لغاية هذا اليوم. طيب أستاذة سناء، إذن يلتحق بنا الآن الدكتور يحيى غدار الأمين العام للتجمع العالمي لدعم خيار المقاومة من جنوب لبنان، وأهلا وسهلا بك أستاذ يحيى. أهلا بكم. مرحبا. إذن أستاذ يحيى، أحرار العالم وأصحاب الضمائر الحية يواجهون الكيان في المحاكم الدولية بالأدلة والبراهين، رغم ذلك يصر هذا الكيان على وحشيته باستهداف طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني ويضرب سيارات الإسعاف. ماذا نسمي كل هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من الواضح بأن هذا العدو الصهيوني منذ تأسيس هذا الكيان حتى ما قبل، يعني المجازر التي قام بها بال 36 وغيرها، كانت بالأساس كلها مجازر بنفس العقلية الذي يعتبر بأن هو الشعب الله المختار وكل الآخرين هم يعني شبه حيوانات بشرية لا ليس لهم أي حق بالحياة. وهذه هي العقلية التي ما زالت مستمرة حتى الآن، فستستمر طالما الصهيونية العالمية وطالما هذا الكيان موجود. هذه هي العقلية التي نواجهها منذ قبل ما تأسيس هذا الكيان، منذ وعد بلفور. فهذه حقيقة يجب أنه الإنسان العربي والمسلم والمسيحي وأحرار العالم يجب أن يعلموها، بأننا نواجه مجرمين بعقيدتهم، لا يعتبروننا بشر، لا يعتبرون أن يحق لنا الحياة مثلنا مثل الآخرين. هذه الحقائق أعلنها نتنياهو، أعلنها بعدوانه على غزة بشكل واضح عندما قال بأن علينا أن نواجه، استعمل كلمة العماليق وهي بالدين بدينهم الذي هن يعتبرونه بأنها إبادة كل ما هو غير يهودي يعني للأسف. فهذا أعلن بكل وضوح بأنه يريد أن يبيد غزة وأن يهجر شعبها، وإذا لا يستطيع أن يهجر سيبيده ويدمرها يمحيها. هذه هي الحقيقة التي للأسف الشديد الشعب الغزاوي يواجهها كل يوم منذ اليوم الأول حتى الآن. ما زالت المجازر تتكرر يوميا، عدد كبير من المجازر، ويوميا يسقط عدد كبير مئات الشهداء. وأين من أي الأمكنة التي من الممكن أن تكون أداة لحماية هذا المواطن الغزاوي أو لاستشفائه؟ يجب تدميره، وهذا ما يحصل. نعم، تدمير كل المستشفيات، تدمير كل المستوصفات، تدمير كل ما له علاقة بشيء طبي، والإبادة موجودة. طيب. أنا هذه الحقيقة. نعم. التي ستستمر. لا يمكن لأحد أن يعتبر، حتى لو صار وقف إطلاق النار، هذه العقلية بهذا الكيان الذي من الأساس يقول علنا بأنها حرب وجود. نتنياهو وغالانتس وعادي قالوها علنا. نعم. إن حرب وجود أو يكون فلسطين كلها، يعني كل هذه الأرض المحتلة هي تهويدها بالشكل الكامل وإنهاء كل ما هو فلسطيني، أو أن ننتصر نحن، وننتصر بإذن الله، ومنتصرين بإذن الله. طيب أستاذ يحيى، ولذا لقينا أمام هذا العدوان بأن غزة ليست لوحدها، بأن هناك محور معها يقف، إن كان في جبهتنا في جنوب لبنان، إن كان في اليمن، إن كان طيب في العراق، إن كان في سوريا، في كل محور المقاومة يقف
داعم بكل معنى الكلمة، وسيستمر هذا الدعم إن شاء الله حتى الانتصار طيب النهائي. طيب أستاذ يحيى، أعود إليك أستاذ سعيدي. الهلال الأحمر الفلسطيني أشار إلى توقف قسم الجراحة في مستشفى الأمل عن العمل بشكل كامل بسبب نفاذ مخزون الأكسجين، وحتى الأدوية بقدر أو يقدر بأنه غير كافي للمصابين. كيف يمكن تقييم الوضع الصحي الآن في قطاع غزة؟ الحقيقة أستاذ رمزي، إذا أردنا تقييم الوضع الصحي ما فيش وضع صحي الآن بالمفهوم على أساس تقييم. ما في حد أدنى، ما في خدمات، ما في أدوية، ما في وقود، ما في، بمعنى أن 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 الفلسطيني أو الطواقم الطبية، طواقم الاستشفاء، طواقم الإسعاف تعمل خارج حدود الإمكانات. بمعنى في الحقيقة عندما ننظر هذه العمليات الجراحية التي تتم على ضوء الهواتف وتتم بدون تخدير، نعم، ويتم قص الأرجل على والإنسان حي يرى قطع الرجل لأنه ما عندوش تخدير وغير ذلك، وترى عمليات حرب، عمليات جراحية حربية، نعم، إيش استشفائية لتحتاج إمكانات وذلك. معناه أن الآن ولتوضيح لمدنيين عزل، لمدنيين عزل، نعم، ماش لعسكر أو جنود، هي في طب عسكري طب حرب. معناه الآن على أي أساس نقول فيه موجود؟ وهذا السيناريو وهذا المشاهد تاع يبدأ المستشفى يخرج عن الخدمة شاهدناها في وسط غزة، في شمال غزة، مع المستشفيات مجمع الشفاء والمعمداني والرنتيسي وكل المستشفيات، نعم، الذي عرفت هذه. كنا نسمع كل يوم يروح مستشفى من الخدمة، يخرج عن الخدمة وفق تبريرات للكيان بأن المقاومة متواجدة فيها في هذا المستشفى إلى مستشفى آخر، والآن في الحديث عن خان يونس على أنها عاصمة. هذه تارة، هذه المبررات مبررات واهية، وقد أثبتت الأدلة وأثبتت الشواهد وأثبتت الأيام أن ما كان يحكي عنه العدو أن تحت هذه المستشفيات أنفاق وقيادات عسكرية وأن تخزن فيها الأسلحة، هي ادعاءات. كما ادعوا الآن، ادعوا الآن وسمعنا الادعاء الأخير، أن عمال أوناروا الأممية، نعم، للإغاثة، أنهم شاركوا في الهجوم تاع 7 أكتوبر، وذهب الأوروبا أمريكا وبعض الدول الأوروبية إلى وقف مساعدات، نعم، أو مساهمتهم. بمعنى هناك عمل داخل أرض فلسطين للقضاء على الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وفي عمل أخيرا اللي هو أمريكا وبعض الدول الأوروبية للإجهاز على أي بصيص مساعدة داخل غزة. هي حرب شاملة أستاذ، حرب شاملة، نعم، سعيد. إذن أستاذ عبد الكريم، الهلال الأحمر الفلسطيني وحتى الهيئات الإغاثية الإنسانية في غزة صارت هدفا لنيران العدو الصهيوني، لماذا في اعتقادك؟ طبعا لأنها أصبحت بالنسبة لهم هي عبارة على العصب المقاوم الأكبر لابد من بطره كي يتسنى لهم أو كي يفقد الثقة بين هذه المنظومة الصحية والمجتمع المدني في غزاوي. وبالتالي الآن هذه المنظومة الصحية أصبحت الآن تعاني، وخاصة بعد الإعلان الأخير من الأمم المتحدة لبعض الدول تعليق تدعيم الأوروا بالأدوية وآخره، هنا لابد على الأشقاء الفلسطينيين المرور إلى هيكلة مؤسسة مقاومة، لأنه معروف في حالة الصدمات جميع دول العالم، هناك دول متسميرة ومنظماتها بمنظمات تحدي، هناك منظمات تصدي، أما الدول النامية وضعيفة منظمات مقاومة، نعم، وتتكون من 4 مؤسسات رئيسية لابد الاعتماد على هذه. وحسب الملاحظ أنه الإخوة الأشقاء تفطنوا لهذا الشيء. هذه المؤسسات هي عبارة على القوى العمومية لحفظ القانون العام، بعض الأحيان حتى القوى المسلحة، كما لاحظنا خروج ظهور مؤخر في شمال غزة بعض الشرطة لحفظ القانون العام الدولي يظهر باللباس الرسمي في تنظيم توزيع الاغذيه والادويه الاخيره. كذلك الحمايه المدنيه لابد من الدور تاعها ليكون تعبوي مع المجتمع المدني، وخاصه في التوعيه كما ذكر الدكتور، لانه الان بالنسبه للعدو الصهيوني كل مواطن غزاوي عباره على جندي مقاتل، وبالتالي الدور تاعنا تعبوي تحسيسي، وخاصه في الاسعافات الاوليه، نعم، وهذا بتزويدهم بالمعلومات عن الإسعافات الأولية. ولاحظناها في التلفزة كيفاش راهم ينقلوا الجرحى بطريقة يعني حضرية، بطريقة احترافية. كذلك تزويدهم
ولو بالأدوية اللي يحتاج لها المقاتل العسكري في الجبهة تاع القتال، أنه مثلا يكون عنده وجبة مقاتل عتاد خاص به، حتى الأدوية، بعض الأدوية عبارة على حبيبات بيضاء توضع في الماء لأجل يعني يستطيع الشرب تاع الماء، ولو تكون المياه يعني مش صالحة للشرب ولا فيه الرائحة الكريثة ولا الكوارث، يقدر المواطن يعيش. وبالتالي هنا الدور إضافة إلى مؤسسة هندسية لفتح الطرقات وإعادة هيكلة ما يمكن هيكلته، نعم، وخاصة إغاثة الجرحى، أيضا المؤسسة الصحية. الآن المؤسسة الصحية لابد عليها من المرور إلى المستشفيات الميدانية المتنقلة والثابتة بمنشآت قاعدية خفيفة يعني، وكذلك العبارة على مخيمات، ولكن حتى هذه المستشفيات الآن تتعرض إلى صار من الصعب تحقيق ذلك. صعب لأنه أولا الظروف الطبيعية على المخيمات لازم تكون في منطقة يعني معزولة نوعا ما على غزة، نعم، لأجل يعني إسعاف المواطنين، كذلك بيزل توفير يعني أدنى الراحة. ولكن أستاذ عبد الكريم، غزة كلها أصبحت مكان غير آمن طبعا لوضع يعني هذه الأماكن الآمنة، للأسف القصف في كل مكان في غزة، ولذا لابد من التركيز على هذه المنظومة المؤسسات المقاومة قلت عليها، وخاصة في التوعية وتوعية وتدريس المواطنين، نعم، لأنهم كلهم يعتبروا مقاتلين بالنسبة للعدو الصهيوني. طيب أستاذة سناء، في ظل العجز الذي تعيشه المستشفيات في قطاع غزة، صارت عمليات معالجة المصابين معقدة جدا وتستلزم طرق جديدة لتنفيذها، ما الطرق التي تعتمد في مثل هذه الحالات الصعبة والمعقدة وفي ظل أيضا الظروف المحيطة في المستشفى وخارج المستشفى؟ يعني بداية يجب أن هي المتطرفة الآن هي من أكبر الحكومات في الكيان الصهيوني والتي مرت على الدولة الفلسطينية، تحاول هذه الحكومة بالفعل التهجير الفلسطيني الممنهج سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة عبر القتل، عمليات القتل عن طريق استهداف المنظومات الصحية، أيضا محاولة ضرب ما هو آمن في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. يعني ما يعانيه القطاع الصحي من انهيار من مكوناته أو من فقدان عناصر من الكادر الطبي، بحاجة أن تكون هناك معونات دولية ترفض المستشفيات والمنظومات الصحية بالأطباء بالأجهزة في الأدوات والمعدات من أجل بعض العمليات المستعجلة داخل قطاع غزة، نعم. يعني لن يكون هناك أي حل من داخل القطاع في ظل الحصار الممنهج والذي يفرضه الكيان الصهيوني ودول العالم على قطاع غزة. نحن نتحدث عن القانون الإنساني ونتحدث عن القانون الدولي، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يكون هناك مد له في العلاج. يعني حينما نتحدث عن حصار ونتحدث عن منظمات دولية الأصل أن تراعي الحقوق الإنسانية وخاصة في أوقات الحرب، على العكس من ذلك ما نراه في العالم هو محاولة تأييد الكيان الصهيوني وحتى مده في الأسلحة التي تبيد الآمنين في قطاع غزة. نعم. نقول أن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي دائما ما تتضرع بأعذار كاذبة من أجل تنفيذ مخططها الاستيطاني والقتل الممنهج، يعني حينما نقول أن استهداف المستشفيات في قطاع غزة سببه كما يدعي الكيان الصهيوني وجود الأنفاق وقيادات حركة حماس داخل الأنفاق، حسب التقارير الصحفية من الجاردين البريطاني والإندبندنت وجورنال ستريت، لغاية اليوم لم يتم إثبات أن هناك أنفاق تحت المستشفيات الطبية لغاية اليوم. وإذا كان هذا الإدعاء كما تدعي الحكومة اليمينية صحيح، فلماذا يتم استهداف المستشفيات في الضفة الغربية؟ الضفة الغربية لا توجد هناك أنفاق ولا يوجد هناك مقاومين داخل المستشفيات، إذا لماذا يتم استهدافه؟ هذا ما يدلل على أن سياسة الكيان الصهيوني هي سياسة ممنهجة من أجل ضرب المنظومة الصحية ومن أجل تقويض قوة المقاومة الفلسطينية. أيضا ما يتم استهداف المستشفيات داخل قطاع غزة هي من أجل الضغط على المقاومة الفلسطينية من أجل الذهاب إلى مفاوضات حول الأسرى بأدنى الشروط التي تحققها المقاومة الفلسطينية، سواء سياسة التجويع أو سياسة الحصار، هي سياسة متبعة من الكيان الصهيوني داخل قطاع غزة من أجل ضرب الحاضنة الشعبية والتي تعتبر قوة من قوى المقاومة أو قوة تضاف إلى قوى المقاومة في قطاع غزة وثباتها لغاية هذا اليوم. نعم أستاذ سناء، إذن أعود إليك أستاذ يحيى. أستاذ يحيى، الوضع الصحي في قطاع غزة
يحتضن. المستشفيات خارج الخدمة وضحايا وسط الطواقم الطبية من شهداء ومصابين وشح في الموارد الطبية. الوضع إلى أين في اعتقادك؟ أليس هذا تقويضا للمقاومة؟ طبعا هذا إجرام، يعني أكثر من هيك إجرام لا يوجد في العالم. يعني هذا كل، يعني كل المعاهدات وكل القيم وكل ما له علاقة بحقوق الإنسان وما له بالأمم المتحدة وبكل الأديان وبكل، لا يمكن أن يتصور أحد بأن عدوان على الأجسام الطبية اللي هو ممنوع بالأساس المس بها، نعم، أن تقصف وأن يعتقل أطبائها ويعذبونهم حتى الموت، ويعني شيء لا يمكن حتى لحيوانات شرسة أن تفعله. يعني هم يتصرفون بهذا التصرف بحقد غير، يعني لا يمكن أن يتصوروا عقل. يعني أنا ما لا أخفي عليكم، أنا نحن في التجمع منذ بداية العدوان على غزة حاولنا أن نوجه نؤمن 60 طبيب بين جراح وأطباء، وأنا طبيب جراح أيضا، حاولنا أن نوصل عدد من الأطباء أن يعبروا رفح إلى غزة. للأسف لم يعطى لنا أن يصلوا إلى القاهرة. يعني في هناك بالفعل شيء لا يمكن أن يصدقه إنسان. هناك حتى حاليا هناك مئات من الأطباء أصدقائنا الذين يريدون أن يذهبوا ليعملوا واجباتهم في غزة لا نستطيع أن ندخل إلى غزة. هذا الموضوع هو رسالة أيضا لأهلنا في مصر، عليهم يأخذوا هذا القرار أن يقصروا التي كسرته، وهو كامب ديفيد كسر، الكيان الغاصب كسر كامب ديفيد. على مصر أن تتحمل مسؤوليتها أن تفتح. طيب وهذا أكيد أنه سيكون وسيساعد حتى بالمحكمة، قال بأنه ليس مسؤول على فتح المعبر. فنحن نتمنى على القيادة في مصر بالفعل أن تفتح هذا المعبر لإدخال المساعدات. طيب. ولإعطاء مجال للأطباء أن يدخلوا مع الأدوية مع المعدات الطبية مع المستشفيات الطارئة. لهذا الشيء ضروري جدا. طيب أستاذ يحيى، نعم، وللأسف وصلت الفكرة أستاذ يحيى. نعم أستاذ يحيى وصلت الفكرة. إذا أعود إليك أستاذ سعيدي، مواصلة لسلسلة القتل العمدي والإبادة الجماعية وتجويع سكان غزة، الصهاينة يضغطون على الدول الغربية للمانحة تعليق المساعدات الموجهة لوكالة الأونروا وهو ما رضخت له بعض الدول. أليست هذه حربا شاملة على مدنيين عزل؟ كنا تحدثنا عن هذه الجزئية ولأنها مهمة نعيد ذلك. فعلا، وتدخل في كما قلت في منهجية التطويق والتجويع ومن جهة الإبادة، لأن التجويع يدخل في الإبادة، منع المساعدات ومنع الماء والكهرباء كما ذكرت اللائحة التي رفعت في المحكمة محكمة العدل الدولية كلها، أو صح التعبير من تدابير هو إيقاف تدمير قطاع غزة. تدمير معناه تدمير، لا يستثنى في هذا التدمير شيء، ما عندها حتى الحيوانات ودمرت حتى المنشآت الطبية والصحية غلية. ما لكن انتقلوا في هذه المرحلة أن الكيان الصهيوني معرف أنه يبتز بعدما وجد أنه صار معزولا على مستوى الشارع العالمي ومعزولا من طرف روايته صارت غير مقبولة، الرواية صارت مقبولة، فهو ما زال يحاول دائما أن يقنع المجتمع أو الحكومات، أقول الحكومات، نعم، لا أقول الرأي العام الشارع الأوروبي، لأن الرأي العام العالمي واضح في أنت الآن عندما تقول حكومة أوروبية، حكومة أوروبية أو حكومة الدار الأبيض بيت الأبيض، معنى الآن فيه مواقف وفيه مساندة في دعم وفي مشاركة مسام. فالآن عندما أدركوا أن لا نشوف لماذا استهدفت أونروا،
لان الان استهدف من قبل الصليب الاحمر، استهدفت اونروا الان، لان في الساحه في غزه الجهه الوحيده اللي بامكانها ادخال المساعدات تتصرف المساعدات وتوزع المساعدات من خلال الملاجئ التي يلجا اليها الشعب الغزاوي. عندها ملاجئ، مدارس وغير ذلك. فعندما يتم التضييق على الأونروا بعدم إعطائها المساعدات أو غلق عليها أو تعتبر خنقة، نعم. معنى ذلك عند انعكاس على الوضع الصحي والوضع الاجتماعي. نحتفظ بهذا الكلام أستاذ سعيدي لنمر إلى فاصل وسنواصل هذا النقاش مشاهدينا بعد قليل. أهلا بكم مشاهدينا الأفاضل من جديد. إذن نكمل الفكرة أستاذ سعيدي، كنا نتحدث عن مواصلة سلسلة القتل العمدي والإبادة الجماعية وتجويع سكان غزة. نعم، كما ذكرت سابقا أن الحكومات الأوروبية التي أعلنت توقيف مساعداتها أو مساهمة في الأونروا، بمعنى أن هذه الحكومة الأوروبية هي آلة حربية مع الكيان الصهيوني في تعطيل إطار إنساني، إطار إنساني عالمي إغاثي معتمد من طرف الأمم المتحدة، نعم. معتمد في دعم في مساعدة الشعب. بمعنى هذا العمل اللي قامت به التوقيف أنا أعتبره عمل حربي. طيب، وفي السياق أيضا أستاذ عبد الكريم، فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة أونروا دعا الدول التي علقت مساعداتها للوكالة إلى إعادة النظر في هذا القرار. ألا يوضح هذا التصريح أن العمل الإنساني في غزة صار مهددا؟ طبعا صار مهدد أكثر وأكثر، وخاصة بعد خروج لائحة محكمة العدل الدولية لهاي، نعم. وهذه الدول اللي هي عبارة مساندة لإسرائيل، من بينها أمريكا، أستراليا، كندا، فنلندا، يعني هذه الدول كلها كانت تقدم في يد المساعدة، أوقفت وأعلنت، يعني عبارة على مساندة مباشرة للكيان الصهيوني. وبالتالي أصبح من الضروري الآن على المقاومة الفلسطينية التركيز أكثر، وخاصة في المنظومة الصحية والغذائية نتاعها. لما نلاحظوا باللي الآن رغم كل الظروف المحنة اللي فاتت، الكيان الصهيوني عرف باللي أنه مش قادر يوقف أفراد المقاومة أو يوقف تزويدهم بالمؤونة وبالأدوية من أين؟ هل ترى عندهم مخزونات؟ هل ترى؟ ولكن هي هنا ربما امتازوا بالحكمة والتوعوية والتعبئة الشاملة اللي يمتاز بها الفلسطينيين، لأنه الأمر كان مسبوق، لأنك لما ترجع قليل إلى الوراء منذ سنة حوالي سنة وضعوا المضخات بسموه مشروع أطلنطيس. هذا باش كان الهدف كان راح يقوم سواء قامت في 7 أكتوبر أو ما قامتش، كانوا عندهم معين انهم يديروا مضخات وباش وخاصة الأنفاق، لأن من الآن وجدوا روحهم مع عدو مجهول الهوية، مع من يتعاملوا، وبصراحة أصبحوا في حالة هستيريا هم والدول المساندة لهم. نعم، بالنسبة لهم 2.6 مليون مواطن غزة كل عبارة على جنود مقاتلين، وبالتالي يحوسوا إبادتهم بأي طريقة، سواء عن طريق الحصار أو عن طريق التدمير، القصف الجوي أو البري أو الاجتياحات البرية أو محاولة الدخول إلى الأنفاق. لاحظنا أنهم عجزوا حتى في اختراق الأنفاق، لاحظنا حتى في معرفة أماكن الأنفاق. الأنفاق اخترقوها بسلاح بعسكري مهندسين، والمهندسين هنا هما اصلا الاسرائيليين ليس لهم وحدات خاصه بهذا الشيء، وما عاشوش مرحله تاع التعامل مع عدو مجهول الهويه، لانه باش تخترق انفاق كيما هذه المهندس لازم يكون عنده المعطيات، الطول، العمق، العرض، السمك تاع النفق. هنا لقوا روحهم عاجزين بالرغم انهم استعملوا السوائل المتفجره، استعملوا المياه بالمضخات، استعملوا عده امور، ولكن لم يستطيعوا، ولو يعني ربما استطاعوا تدمير حوالي 10 و15%. وهذا ايضا استاذ عبد الكريم يدل على قوه وحنكه المقاومه الفلسطينيه التي باغتت هذا العدو الصهيوني يوم 7 اكتوبر والحقت الخسائر الكبيره ماديا وفي جنودهم الصهاينه. استاذ سيكارنا،
أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز في منشور لها عبر منصة إكس أن تعليق دول تمويل وكالة أونروا جاء في اليوم التالي لقرار محكمة العدل الدولية الذي لمح إلى أن الكيان يرتكب إبادة جماعية في قطاع غزة. ماذا نفهم من هذا الكلام؟ يعني يجب أن نفهم أساساً أن الأونروا منذ 10 سنوات وهي تعاني تقليص من عملها داخل الأراضي الفلسطينية، وهناك محاولة من الكيان الصهيوني عبر أذرعه في العالم إلى محاولة إنهاء الوكالة الأونروا، بمعنى آخر أنها تريد أن تنهي ما يسمى شيء باسم اللاجئين وبقرار الأمم المتحدة 194 في عودة اللاجئين. معنى ذلك أن تنسي المجتمع الدولي بعودة اللاجئين، وهذا ما تم إرفاقه في صفقة القرن وهو إنكار حق عودة اللاجئين. يعني ذلك أن تريد إسرائيل في هذه ما بعد ما قامت به محكمة العدل الدولية أن تثبت للمجتمع الدولي أنها ليست هي من تمنع وجود المساعدات، وإنما المغذي لهذه المساعدات الأونروا هي لا تستطيع بعدم امتلاكها الأموال لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة. تريد إسرائيل أن تتملص من تجويع قطاع غزة عن طريق قطع شريان الحياة، وهو إرفاد المواطنين في قطاع غزة بالأموال عن طريق الأونروا، وخاصة الأونروا هناك تقدم المساعدات إلى ما يقارب 2 مليون من قطاع غزة، وهذا يعني أنها تنهي تقريبا شريان الحياة على قطاع غزة. تتحدث عن 2 مليون لاجئ في قطاع غزة، وهذا ما نقوله أن في 2018 كان هناك وقف المساعدات الأمريكية للأونروا، وقامت الحكومات العربية بسد هذا العجز في الأونروا. ما يتضرع به الكيان الصهيوني وهو وجود 12 من المقاتلين في 7 أكتوبر من موظفي الأونروا، وهذه يعني الأكاذيب الذي ما دائما يطلقها من أجل الحصار وزيادة الحصار على قطاع غزة. لو نرى في المقابل أن الولايات المتحدة الأمريكية تمد الكيان الصهيوني بالأسلحة والذخائر في الإبادة الجماعية، وهو مساند في الإبادة الجماعية. إذن هون عندي أنا معايير مزدوجة في التعامل مع حالة العدوان على قطاع غزة. ونريد هنا أن نبين شيء واحد، أن الكيان الصهيوني يعرف تماما أنه لا يمكن هزيمة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ولا حدوث أي اختراق داخل المقاومة الفلسطينية، لأنه لا يمتلك الجند الإسرائيلي مقاومة المقاوم الفلسطيني أو مواجهته في قطاع غزة، وهذه معادلة ثابتة وواضحة للجميع، حتى أن الإدارة الأمريكية باتت تدرك هذه المعادلة. يستعين الكيان الصهيوني بحالة الحصار، بحالة التجويع، بحالة ضرب كل شيء آمن، بضرب مقومات الحياة، وهذا ما دعا إلى وقف أو استهداف الأونروا في قطاع غزة. كانت هي المنفذ الأساسي والحالي الموجود في هذه الحالة، يريد أن يقطع هذا الشريان الأساسي لدى قطاع غزة من أجل أيضا الضغط على المقاومة الفلسطينية وإرضاقها. ما لم يأتيه عن طريق العسكر أو الميدان العسكري يريد أن يأتيه عن الحصار والتجويع. وهنا لابد أن نشير إلى شيء، أن برغم من كل الاستهداف الإسرائيلي في قطاع غزة وضرب مقومات الحياة وجعل غزة منطقة غير صالحة للحياة البشرية، وحتى تحويل الأماكن من جنب المستشفيات إلى مقابر، وكل حالة الجوع والحصار والقتل الممنهج وكل شيء، وما زال الشعب الغزاوي ثابت على أرضه مدافعا مرابطا مقاوما صامدا صابرا على كل شيء. إذا كان يعتقد الكيان الصهيوني أن بهذه التعاملات والاستراتيجيات من أجل أن يصل إلى هزيمة المقاومة الفلسطينية، فأنا أقول أنه واهم، ولن تتحقق الانتصار على المقاومة الفلسطينية ولا على أهل غزة. أهل غزة وصلوا إلى مرحلة لا يمكن أن يتراجعوا فيها قيد أنملة. ما حدث حدث، إما أن يذهبوا إلى الانتصار في الأيام المقبلة، وإما الشهادة للجميع، يعني خسروا ما خسروه،
يعني طيب. تتحدث عن 30,000 شهيد. نعم. أكثر من يقدم الغزاوي حياته وأبنائه وعائلته والمسكن الذي يسكن فيه، هل هناك خسارة أكبر من ذلك؟ وبالتالي سيفشل الاحتلال كما فشل من قبل طيب. في الانتصار على قطاع غزة. طيب أستاذ سناء، إذا أعود إليك أستاذ يحيى، شاهدنا العديد من الصور من داخل المستشفيات التي عانت من ويلات القصف والاقتحامات العسكرية الصهيونية وتهديم أقسامها واستشهاد مرضى تحت القصف وحتى الرضع الخدش، هي صور تحرك لها العالم، لكن إذا لم يحدث تدخل عاجل الآن فسنشاهد الصور نفسها، أليس كذلك أستاذ يحيى وأنت الدكتور الطبيب؟ طبعا يجب أن ننتظر كل شيء إذا لم يتحرك المجتمع الدولي وبالأخص الأهل، يعني الشعب العربي، الشعب العربي الذي يتحرك ولكن بخجل للأسف نسبة للتحرك الأوروبيين والغرب ككل، شعوب العالم تتحرك أكثر مما يتحرك الشعب العربي طيب. وخاصة ببعض الدول. ولكن الذي أريد أن أقوله وهو مهم جدا، أولا أهنئ وتحية للأخت سناء ولكل أبناء مخيم جنين الأبطال ولكل المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية الذين يقاومون كما يقاوم أهلنا في غزة. نعم. فتحية له وتحية لمقاومتهم وتحية حقيقية أيضا في هذا الموضوع بما يتعلق بالرئيس سيد الرئيس تبون رئيس الجمهورية الجزائرية لموقفه البطل الذي طلب من مجلس الأمن أن يعقد وسيعقد نهار الأربعاء لتحقيق مطالب محكمة لاهاي، فهذه نقطة مهمة جدا وإن شاء الله نستطيع أن نصل إلى شيء. بالانتظار على كل الدول العربية والإسلامية وكل الدول الحرة في العالم أن تقف في وجه المشروع الأمريكي الصهيوني الأنجلو ساكسوني الذي يريد أن يحرم الشعب الفلسطيني ليس فقط في غزة وليس فقط في فلسطين المحتلة ب 48 أو في فلسطين الضفة ولكن في الشتات أيضا. الأونروا هي مؤسسة تخدم كل الفلسطينيين في العالم الذين تشردوا، ولذا هذه المؤامرة هي أيضا ضمن خطة التجويع. الرد عليها يجب أن يكون من الدول العربية، أناشد الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية، أن يدخلوا في الحساب أو يسقطوا من كل حساب، عليهم أن يقفوا على الأقل ماليا ماديا بكل قوة ليؤمنوا المبالغ التي بحاجة لها الأونروا. نحن في لبنان هناك حتى أزمة كبيرة للأونروا، لا نستطيع كلبنانيين ولا نستطيع في البلاد في الدول الأخرى التي متواجد فيها عدد كبير من الشتات الفلسطيني، لا نستطيع أن نؤمن الذي بحاجات الشعب الفلسطيني. لجا على العرب، هذا واجبهم، هدول أبنائنا إخواننا، هذه يجب واجبهم أنه يأمنوا البديل ولا أن نتسكع تحت أقدام الأمريكيين أو غيرهم. هذه رسالة أريد أن أوجهها لكل المسؤولين في الوطن العربي، من إن كانوا مطبعين أو غير مطبعين، على الجميع على الأقل أن يتحملوا هذه المسؤولية ويقولوا منذ الغد أنهم سيقومون بواجباتهم تجاه الأونروا في فلسطين، في غزة، في أي مكان في العالم. هذه الرسالة أود أن أوجهها مع تحية وشكر للجزائر التي لا تقصر، التي تحاول دائما أن تكون في الطليعة في هذه العمل الإغاثة، وأنا على علم بأن هناك مئات الشاحنات التي تقف على معبر رفح أتت من الجزائر وما زالت واقفة على معبر رفح. نعم. للأسف الشديد. طيب أستاذ يحيى، إذا نعود إليك أستاذ سعيدي، في آخر تطورات الميدانية في قطاع غزة حصيلة الضحايا ترتفع لتتجاوز 100,000 بين شهيد ومصاب ومفقود، وما زال العدو الصهيوني يقصف المباني ويضرب البنية التحتية الصحية إن صح التعبير، ماذا يريد أكثر؟ يريد الإبادة، يريد أن ينهي الشعب الفلسطيني في هذه البقعة قطاع غزة، بمعنى ولكن
بمنطق التاريخ، بمنطق المقاومة، بمنطق الحق والعدل، ومنطق القضية عادلة، أنه لا يستطيع أن يحقق شيء، لأن هذا المنطق الإبادة كان في كثير من المستعمرات، مثلا كما كان الحال مع الجزائر في أيام الاحتلال الفرنسي، كما كان الحال في الفيتنام، كما كان الحال في كثير من المناطق في العالم، مورست إبادات، ولكن في النهاية انتصرت الشعوب، انتصر المظلوم، انتصر صاحب الحق. معناها الآن شوف، الآن اليوم سجلت 14 مجزرة وما يقارب 350 شهيد، طبعا مع الجرحى وغداك اليوم، ولكن في الوقت نفسه من منطقة الشمال ومن منطقة خان يونس من العمليات العسكرية الصهيونية خرجت رشقات صاروخية ضربت تل أبيب. هذا يدل على كلما حتى الآن الكيان الصهيوني الجيش أنه في تقارير تقول بأن عاد النشاط العسكري للمقاومة في منطقة الشمال في جبلية البلد وفي بيت حانون وغيره. معنى ذلك أن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحقق الكيان الصهيوني ومن يدعمه أنا موضوع صح. هو الآن ذهب في نقطة لا رجوع رجوع، وهذا أخيرا انتفاضة الشارع الصهيوني غير يقوى إلى درجة الآن مواجهات مع الشرطة مع كذا ومع الحكومة، إلى درجة أن نتنياهو يقول أنا أحارب حماس وأنتم تحاربونني، لأن القضية صارت لا تطاق داخل الكازون. الآن مثلا قال أحدهم لم أجدك شاهد من أهلها، قال أنا لم أفهم منطق الجيش الإسرائيلي وكان يقدس الحرب بدل أن يقدس الحياة. طيب الآن الموضوع أن هذا الإبادة لن تحقق شيء، وسينتصر الشعب وستنتصر القضية الفلسطينية وسينهزم هذا الكيان. إذا أستاذ عبد الكريم، أعلنت كتائب القسام عن قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في غزة، ألا يدل هذا على صمود المقاومة وتميزها في الأداء العسكري ميدانيا؟ طبعا نحن لا ننسب للعناصر أفراد المقاومة، معظمهم كانوا تربوا في مدارس عسكرية محنكة برتب معينة باختصاصات معينة، وتم التحضير لهذا الشيء، وردة الفعل راح تكون من طرف الإسرائيليين، وداروا جميع الاحتمالات في الهجمة والهجمة المضادة والنتائج التي سوف ترتب عن هذه الأعمال القتالية مع الكيان الصهيوني. وبالتالي هم دائما محضرين أنفسهم وعندهم نقاط معينة يتم رشقها في وقت معين حسب ظرف معين، يعني دون تكون تحت تغطيتك نقولوا استطلاعية صهيونية. وبالتالي هنا أبانوا على يعني الحنكة في التعامل في الأعمال القتالية، بحيث أنهم زرعوا الرعب في نفوس وخاصة الجنود الإسرائيليين، حسب بدأوا يظنوا أنهم يحاربون أشباح ليس عدو كما نقولوا جبهة ضد جبهة أو جيش ضد جيش، يعني يحاربون في عدو وجهول الهوية وشبح. ما عدا لما نلاحظ هذا التدمير اللي راهي خاصة في المنشآت الصحية واللي تقدم خدمات المجتمع كالمدارس إلى آخره، راسخ للأذرع الأمنية اللي مزروعة في غزة واللي تفطنوا لها حتى افراد المقاومه والشعب الغزاوي. يعني. طيب اذا اعود اليك استاذه سناء، وثق المرصد الاورو متوسطي لحقوق الانسان معاناه شديده لالاف السكان الفلسطينيين خلال نزوحهم القسري من مخيم خان يونس للاجئين ومناطق عده اخرى في القطاع، وهو الذي نشر تقريرا مفصلا خلص فيه لان الكيان يواصل عمليات الاباده الجماعيه والتهجير القسري للسكان. ماذا نفهم من مواصله العدو الصهيوني أساليبه الإجرامية رغم الإدانات الدولية؟ الكيان الصهيوني أصلا قائما على اختراق القوانين الدولية، والكيان الصهيوني قائم على المجازر وإراقة الدماء، وقائم منذ 1948 على حالة التهجير الممنهجة، وخاصة أنت تتحدث عن الحكومة اليمينية المتطرفة الذي منذ أن أتت إلى الحكم وهي تمارس سياسة التهجير بحق قطاع غزة وبحق الآمنين في الضفة الغربية، وهذا ليس بجديد. والكيان الصهيوني يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية، وكلما هو
هو قائم على إراقة الدماء بالشكل الطبيعي منذ سنين ولغاية اليوم، ونحن نتحدث عن 76 عام من الاحتلال الصهيوني وجرائمه ومجازره. ولكن نقول أن كل ما يمارس على الشعب الفلسطيني من القتل ومن النزوح ومن التهجير ومن الحصار المالي ومن قطع المعونات، وما زال الإنسان الفلسطيني هو صامد، يعني ذلك ومن يجهل طبيعة الإنسان الفلسطيني عليه أن يدرك أن هذا الشعب مهما مورس عليه من كافة الأدوات الإجرامية من الكيان الصهيوني سواء بدعم غربي أو مهما كانت الدعم عربي أم غربي أم مهما تعدلت جهات الدعم لدى الكيان الصهيوني، الإنسان الفلسطيني ما زال متمسك بهذه الأرض مدافع عنها، ولا شيء يمكن أن يثنيه. ولكن هنا دعونا أن نوجه رسالة للشعوب العربية، إذا كانت المقدسات الإسلامية ليست فقط من حق الفلسطينيين الدفاع عنها وإنما من حق كل مسلم على هذه الأرض الدفاع عنها، وإذا كان الكيان الصهيوني والقيادة الأمريكية تبتز الفلسطينيين في الأموال، فبالتالي على الشعوب العربية أن تقدم واجبها في الدفاع عن المقدسات الإسلامية بالدعم المادي من الشعوب العربية. شكرا جزيلا لك يا الأستاذة سناء زكارنا الكاتبة والمحللة السياسية، كنت معنا مباشرة من جنين. والدكتور يحيى غدار الأمين العام للتجمع العالمي دعم خيار المقاومة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لبنان. إذا الأستاذ عبد الرحمن السعيدي المحلل السياسي شكرا جزيلا لك. الأستاذ عبد الكريم عزيري الخبير في هيكلة مؤسسات الإغاثة الدولية شكرا لك. إذا مشاهدينا الأفاضل بهذا نكون قد وصلنا لختام حلقة الليلة من حديث الجزائر، شكرا لكم للمتابعة وإلى اللقاء.